بيبند على كذا حاجه، بيبند على كذا كذا، بيبند على السرعه اللي انت
فبيأثر عليها ويبقى خمس سنين. قالوا لا مثلا عربية زي
هو لا الجزء العادي له يعني ناعم زيادة جدا من على جسم العربية فما يلاقيش سيرفس بس كده يخبط فيه فده بيبقى الحسابات بتاعت البادي اللي بيبدأ يعملها بيقاس الدراج كومبريشن بتاع العربية العربية دي تأثير الهواء عليها مع سرعات مختلفة دلوقتي طبعا البوينت الثانية البوينت لوك ديزاين لازم شكل العربية بتاعها كويس جدا هل في حد ممكن يفكر مثلا البادي بتاع العربية Thank you.
Yeah.
بقى على شخصين، بتعمل ديزاين الكرسي، ترسم الكرسي الديزاين بتاعه كامل على السوليد عشان يركب على الشخصين اللي في السوليد. تمام. هو طبعا الكروس يعني الحاجات المهمه جدا، لان هو لو ظبط القعده بتاعت السواق بمساحه صغيره فالشاسيه هيعمل هو الشاسيه بيبدا بقى ياخد منه ارقام وياخد من التقفيله كده على السواق حرفيا على طول بوزن قليل. فانت لو السواق لو الكروس داروا ارقام كابينه واسعه كده هتكبر وزن العربيه وهتكبر حجمها، ده طبعا بيأثر معانا زي ما قلت لكم من اول سنه خسرنا بسبب حجم العربيه. يعني لازم يتحمل صغير من التيم يعني او شركه هو اللي هيحط على الرقم يعني. ما احنا بنختار الدرايفر في اول سنه وتو درايفرز. بنختار اثنين يبقى طوله كويس او اثنين يبقى من مجال الكروس ان هو يلاقي اثنين من التيم يكونوا يبصوا طبعا كويس وفي نفس الوقت يبقى اطول ووزنهم موافقين للعربيه. العربيه طبعا لازم شايف اي حد تقريبا بس احنا بنختار حاجه كويسه عشان يبقى ايه يديني وزن اقل في العربيه كسوله يعني. والطول بقى يتاكد ان في هاد روم ما بينه وبين السقف مش طويل جدا فمش قادر يركب في العربيه ومسافه قليله ده مش سيف. ما يبقاش قصير رجليه مش طايله اصلا الدواسه فدي برضه مش سيف. فاحنا لما بنلاقي الدرايفر بيبدا يظبط مقاساته عليها على السواق ده الدواسه تبقى فين والكابينه نفسها تبقى عامله ازاي فين كل حاجه عشان تفيد السواق بتاعها فما ينفعش حد غيره يسوق هو ده اللي يبقى في درايفر تاني تقريبا بيبقوا الاثنين في مقاسات مقاربه لبعض او الاختلافات دي بيبقوا هم عاملين حسابها مثلا الحزام لما يجي يركب طبعا انت كتفه اعلى الحزام ما تفوتش عليه لا هو بيبدا يدي يعني في الحزام يركب على يظبط العربيه هي تركب عليه. داخل بيبقى طبعا البرنامج كاشي الاول وبعدين يروح بقى على السوليد فورس يركب حاجته يظبط حاجته مع الشاسيه. بالنسبه للاوبتيمال كي، الاوبتيمال كي بيستخدم في السسبنشن كمباريس برضه في حسابات للستيرنج والسسبنشن يعني في طبعا زي ما قلنا في حسابات كبيره ومحتاجه حاجات يعني معدلات كبيره كده طبعا بسبب ان احنا